السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني وأخواتي بالله أحباب الله، موضوع هذا الحلقة على صورة تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبين أن المهدي سيكون عادلا ضعف عزل سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. يعني عزل سيدنا المهدي راح يكون أكثر خليفة على وجه الأرض عادل، حتى أنه راح يكون أكثر من عدل سيدنا عمر الفاروق اللي هسه هو مضرب الأمثال بالعدل. الرؤية أحباب الله كالآتي، أنا اللي رأيت الرؤية، والله على ما أقول وكيل، والله على ما أقول شهيد، لا بزيد فيها ولا بنقص فيها. رأيت نفسي أني لبست لباس سيدنا عمر بن الخطاب، ثم رأيت نفسي مرة أخرى لبست لبس سيدنا عمر بن الخطاب، مرتين رأيت حالي بلبس بنفس الرؤية. يعني لبست أول لباس سيدنا عمر بن الخطاب، ثم لبست لباس آخر عليه برضو لباس سيدنا عمر بن الخطاب. هاي الرؤية بتدلك على أن المهدي عليه السلام رايح يكون أكثر عدلا من سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا. أنا في الرؤية فقط رمز للمهدي، الرؤية ما بتخصني أنا أحباب الله، زي ما الناس توهموا كثيرا بيشوفهم رؤية بفكروا حالهم انهم هم المقصودين. في رؤيات عامة وفي رؤيات خاصة، هاي رؤية من الرؤيات العامة. مرات تكون الرؤية العامة في امر خاص بخص الشخص نفسه معها، يعني خاصة وعامة، بكون لصاحب الرؤية نصيب من الرؤية، بس الرؤية العامة بتخص المهدي عليه السلام اللي انا شفته. اللهم اجعل حقا، واللهم قربنا ظهور المهدي، لأن الظلم ابتلأ في الأرض ونحن بحاجة لمن يملأها عدلا وقسطا. اللهم اجعلها حقا، اللهم أعلم أنك على كل شيء قدير، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنة. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.